الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقاء التجويد في الدرس الرابع عشر منه وصلنا إلى أحكام الميم الساكنة. وأحكام الميم الساكنة إما إدغام المثلين الصغير أو الإخفاء الشفوي. نتكلم عن الميم الساكنة. تعريفها: الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، مفيش فوقيها فتحة ولا ضمة ولا تحتها كسرة، إنما عليها علامة الإيه الخمسة، علامة السكون، وتكون ثابتة في الوصل والوقف واللفظ والخط. بيخرج منها الميم التي زال سكونها للتخلص من التقاء الساكنين. العرب إذا التقى ساكنين بيحركوا أحدهم حتى يتخلصوا منه، زي إيه؟ قم الليل، خلوه كيف تنطق؟ قمل، قمل كسر، قمل ليلة. أم ارتابوا، ميم ساكنة. آمر، آمر، آمر تابوا. وكذلك الميم التي سكنت بسبب العارض لأجل الوقف: إنه حكيم عليم. هذه سكنت بسبب الوقف. طيب، هل الميم الساكنة بتأتي في الأسماء ولا الأفعال ولا في الحروف؟ في الثلاثة، وبتكون في الوسط أو في متطرفة للإيه؟ في أحد الطرفين. طيب، في الأسماء: الحمد لله، الحمد لله، الميم ساكنة. طيب، في الأفعال: أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. طيب، في الحروف: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. طيب، إيه أحكام الميم الساكنة؟ إدغام المثلين الصغير، أو الإخفاء الشفوي، أو الإظهار الشفوي. ثلاثة أحكام. هنتكلم على حكم واحد، هو إدغام المثلين الصغير. لغة الإدغام لغة الإدخال، إدخال حرف في حرف. اصطلاحا، حرف ساكن، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، اللي بيرتفع المخرج عنهما ارتفاع واحدة، مش مرتين، مرة واحدة. حروفه إيه؟ حرف واحد، الميم الساكنة مع الميم المتحرك. مثاله في القرآن: كم من فئة، بننطقها إزاي؟ بارتفع ارتفاع واحدة أهو، كم إدغامه، كم ميم، كم من، كم من، ما بقولش كم من، كم من. طيب، ألف لام ميم، اللام آخرها ميم والميم أولها ميم. لام ميم ساكنة، الميم الأخيرة، والميم الثانية متحركة، مي مكسورة، يبقى لابد من إدغامها. لام ميم، بيرتفع المخرج عنهما ارتفاع واحدة. حكمه: وجوب الإدغام عند حفص وجميع القراء. طيب، سبب الإدغام إيه؟ التماثل. يعني إيه التماثل؟ الميم مثل الميم. طيب، سمي إدغاما ليه؟ لإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة. طب، وتسمى مثلين ليه؟ مثلين ليه؟ لأن المدغم والمدغم فيه اتحدا اسما ميم وميم، ورسما في الكتابة. طيب، وسمي صغيرا ليه؟ لأن الأول ساكن والثاني متحرك، والثاني متحرك، إدغام المثلين الصغير. طيب، إيه الشاهد من الجزرية؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وأولي، أولي أصلها وأوليين الياء، لكن عندما أضيفت إلى مثل وأولي مثل أضيفت إليها، حذفت النون، حذفت النون،
وأولي مثل وجنس إن سكن إضغم كقل رب قل رب قل رب. اللام والراء قريبة من بعضها. بل لا تكرمون اليتيم. اللام واللام لام واللام اسمه إضغام مثلين صغير. وفي القرآن الكريم في أمثلة على ذلك كثيرة. فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، ما بقولش ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم. وكذلك وليكتب بينكم، وليكتب بينكم، لكن أنا بصدد الميم، فالميم الساكنة مع الميم المتحركة يجب فيها الإضغام عند القراء جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.